بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم نوران سامح، فرقة رابعة. دلوقتي احنا المفروض هنبدأ أول محاضرة تروما، فإن شاء الله تبقى محاضرة سهلة ولذيذة. هي خفيفة خالص يعني، بس هي كل الفكرة في أول محاضرة ان احنا لازم تعرفوا ان التروما دي حاجة سهلة جدا، وما تتخضوش من أي حاجة ممكن تتقلكوا عنها، لأن بجد بجد ألطف مديول هيعدي عليكم في السنة كلها حرفيا، وفي اخر السنة هتعرفوا ان الكلام اللي انا بقوله ده مش اي كلام وخلاص. ده مبدئيا. ثانيا بقى، بما اننا هندخل في المحاضرة، فالتروما محتاجة فهم اكتر منها حفظ. يعني كل ما هتحاول تفهم كل ما هتلاقي الحفظ معاك سهل. تمام، فهنبدأ بقى، وهي محاضرة هتخلص على طول. يعني هي محاضرة حاجة زي جنرال كده. تمام، اسمها Management of Accident، ازاي هنتعامل مع اي حادثة تحصل. حادثة حصلت دلوقتي هنتعامل معاها ازاي؟ هنبدأ دلوقتي management of accident. ايه اللي عندنا؟ عندنا دلوقتي الاول عشان نعرف المكونات الاساسية بتاعت المحاضرة، عندنا حاجتين: pre-hospital care، تمام، ودي عبارة عن ايه؟ اول حاجة التراياج. التراياج ده يعني بنصنف العيانين. دلوقتي حصلت حادثة وعربية الإسعاف جت، مفيش غير عربية واحدة وفيها عيانين كتير، هنصنف العيانين. يعني ايه؟ يعني هنشوف مين اللي محتاج يروح المستشفى بسرعة، ومين اللي مهما حصل هو يعني ربنا يرحمه، هو خلاص ده معروف ان هو هيموت. ففي المسلسلات والأفلام والحاجات دي الناس بتعمل ايه؟ بتحط على ده علامة خضراء، وتحط على ده علامة زرقاء، وصاحب العلامة السوداء خلاص هو يعني مهما عملت له هيموت، وهكذا. تمام، فده الترياج. تاني حاجة اللي هو first assessment and resuscitation. يعني ايه؟ يعني خلاص احنا صنفنا العينين، نشوف بقى الاولويات، مين اللي لازم يتعالج بسرعة. احنا شفنا مين اللي لازم يتعالج بسرعة. يتعالج بسرعة ازاي؟ ده بقى حاجة اسمها ABCDE. تمام، ال A airway، هنشرح ده كله بالتفصيل، ده كله ايه؟ مقدمة يعني جنرال عشان ما تتلخبطوش. ال A airway، وبعدين بعد كده نشوف ايه؟ ال breathing، بعدين ال circulation بتاعته، بعدين ال disability. ال E هي جاية بعد كده، بس هي معروفة ABCDE. تمام، تالت حاجة من ال pre-hospital care بيقول ان احنا لازم الحاجات اللي لازم ان احنا نعملها في خلال نقلنا للمريض ده. تمام كده، هو ملخص بقى البريهوس بتالكير ده ايه عشان ما انتهش. الاسعاف راحت في مكان الحادثة، الدكاترة نزلوا، هنعمل ايه لحد ما المريض ده يروح المستشفى. تمام كده، ده ملخص بريهوس بتالكير. اللي بعدها بقى الهوس بتالكير، ايه اللي بقى نعمله ايه لما المريض يوصل؟ اول حاجة برايمري سيرفي اللي هو ريسوسيتيشن، تاني حاجة سكندري سيرفي، تالت حاجة تيرشري سيرفي، ورابع حاجة والاخيرة ريهابليتيشن. هنشرح بقى كل واحدة بالتفصيل من اول بري هوسبيتال كير. دلوقتي احنا ايه كده بدأنا، يعني اللي فات ده كله كان مقدمة. دلوقتي بدأنا management of poly traumatized patient، يعني اللي عنده اصابات كتير اللي هو لازم يتلحق. البري هوسبيتال كير بقى اللي احنا قلناه دي بتبقى ايه؟ at the scene of the accident، يعني في مكان الحادثة قبل ما حتى المرضى يدخلوا الاسعاف. يعني لازم يبقى as rapid as possible، بأسرع ما يمكن عشان نعرف نلحق المريض. أول حاجة اللي احنا اتكلمنا عليها triage. triage دي بالفرنساوي يعني to sort، يعني بنرتب، بنقول مين اللي لازم يتلحق، ومين اللي ممكن يستنى، ومين اللي مفيش فيه فايدة فيستنى عربية الإسعاف اللي بعدها. تمام كده، ده في حالة طبعا مفيش عربية إسعاف يعني، بس أنا بحاول أفهم الموضوع. فهو هنا بيقول ايه بقى؟ identification of the patient who are going to die from their injuries and those will get benefit from a trauma center. يعني زي ما قلنا اللي هم هيموتوا من الاصابات بتاعتهم حتى لو عملنا لهم ايه، من اللي هي يعني اللي هيستفادوا من التروما سنتر، اللي هيستفادوا من ان هم يروحوا المستشفى. تمام، تاني حاجة بقى البرايمري assessment، ده بيقول ايه؟ of immediate life threatening condition. يعني احنا صنفنا، هنشوف بقى الاولويات اللي احنا حطيناها دي والناس اللي لازم تتلحق دلوقتي هتتلحق ازاي. فايه A B C D E؟ ال A الايرواي، الايرواي ده بقى اللي هو ايه؟ مجرى التنفس
قبل التنفس من المجرى بتاع التنفس. بيقول هنا ايه؟ removal of any foreign bodies and suction of blood and vomits. معناه ايه؟ يعني مثلا مجرى التنفس ده في اي حاجه، مكان الحادثه، تراب، طوبه، اي حاجه دخلت مجرى التنفس بنشيلها. لو حصل نزيف جوه، في بلاد، في اي حاجه جوه، بنعملها سكشن، بنشفطها كده. تمام كده. تاني حاجه بولينج جو فورورد اند اورال اور نيزل اير واي. يعني الجو بناخده لقدام كده علشان لو اللسان رايح لورا فما يسدش مجرى التنفس. خلاص اللسان مش رايح لورا وشيلنا الفورين بوديز وعملنا كل ده وبرده مش عارف يتنفس، او الاير واي مش سالك يعني، فايه هنعمله؟ لا اما اورال اير واي لا اما نيزل اير واي. لو بقى كل اللي احنا عملناه ده فشل، اف ان اديكوات، هنعمل له اندوتراكيال انتيوبيشن اور كريكوثايرودكتومي، ثايرودوتومي سوري. يعني بندخل انبوبه على التراكيال على طول، ماشي. دي الاير واي. اللي بعدها البريثنج. خلاص احنا عملنا الاير واي، البريثنج بقى نعمل اوبن ساكينج شيستوند. يعني الشيست في اي جرح، في اي حاجه، بن بن بنعمل له يعني بنشيل الحاجات دي. تمام. وبعدين بعد كده بنكفر ات، بنغطيه بالاوكلوسيف دريسنج، اي حاجه معقمه، الدريسنج يعني الدريسنج معروف، فبنغطيه بيها بعد ما ننظف المواضيع دي عشان ايه؟ البريثنج يعني يتنفس كويس. الفليل شيست ده نقطه تانية، لو بقت موجوده لازم نصلحها عشان البريثنج يرجع لطبيعته. يعني ايه فليل شيست؟ يعني مريض نزل تحت عربيه، هو نزل تحت عربيه، فضلوعه بقى مش ضلع سايب ولا ضلعين، لا ضلع سايب ومتكسر حتتين، ضلع تاني سايب متفتت، ضلع مش عارف ايه. فنلاقي ان هو بيتنفس كده، نلاقي الضلع ما بيتحركش، طالع نازل كده يعني لبره والجوه، لا تلاقي الضلع بيتحرك طالع كده، وتلاقي حركات غريبه كده يعني حركات كتير، فاسمه بارادوكسيكال شيست وول موفمنت. يعني اللي هو انت مش عارف تحدد الضلع رايح فين، ولا ده ضلع ولا اتنين ولا ايه. فده هنعمله ايه؟ immobilization by dressing and plaster from sternum to spine. يعني من الاخر يعني هنمسك المريض ده نلفه من ورا لقدام، نلفه جامد عشان نثبت الضلوع دي، بحيث الضلع ما يروحش مثلا يقطع فيزل، يقطع اي حاجة، يعمل اي حاجة جوه، فاحنا لازم نثبته. اخر حاجة التنشن نيوموثوركس، يعني ال الشيست بتاعه متعبي هوا، مليان هوا، فبنجيب نيدل ابرة كده اسمها نيدل ثوراكوسينتيزيس. يعني بنجيب ابرة ونحطها في السكند ميد كلافيكولار لاين، ونروح ايه ساحبين الهوا ده، تمام، عشان يعرف يتنفس او عشان يبقى البريثنج كده. تمام كده عملنا ايه؟ الاي والبي، اير واي وبريثنج. نيجي بقى ايه للسي، اللي هي سيركيوليشن، دورة اللي في جسمه يعني. وبعدها disability، السيركيوليشن دايركت كومبريشن، يعني احنا مش حاجه، احنا جاست بنضغط دايركت كومبريشن. وطبعا بنركب له ايه؟ انترافينوس فلويد عشان ما يدخلش في شوك. يعني هو بقى طبعا بيبقى فقد دم وبيبقى خلاص دايخ ومش شايف قدامه ومش عارف ايه، فاحنا عشان ما يدخلش في سيفير شوك فبنديله فلويد انترافينوس. تمام. بنلحقه بمحاليل زي ما اي حد بيدوخ بنعمله. اللي بعدها disability بقى، احنا خلاص خلصنا الحاجات ال A وال B وال C، ندخل ايه في disability، degree of consciousness. يعني احنا بنشوف درجة وعي المريض ده ايه، هما الاختصار بتاعها A V B U هنشرحها بعد كده. وبعدين بنشوف ال pupil reaction، طبعا معروف في المسلسلات بتاعت الجرائم وكده، اول حاجة بيعملوها بيفتحوا عينه حطوا كشاف، خلاص كده عرفوا هو ميت ولا صاحي. تمام. تالت حاجة بقى during transport of the patient. تالت حاجة دي اللي هي ايه؟ تالت حاجة من البري هوسبيتال. تمام كده. اول حاجة قلنا ترياج، وبعدين بعد كده بنشوف الحاجات الاساسية بتاعت المريض، وبعد ما عملنا الحاجات الاساسية خلاص اهو هننقل بقى المريض. واحنا بننقله بقى لازم نحافظ على ايه؟ اول حاجة بيقول هنا protect cervical spine، يعني دي حاجه معروفه لازم نبروتكت السباين عشان ما يجيلوش شلل، ما يحصلوش اي حاجه، فما نحركوش او نحط له سيمي ريجيد كولر، البتاع اللي بيحطوه على الرقبه دي. لو حد فيكم بيتفرج برضو على المسلسلات والافلام كل الحاجات دي بتبقى موجوده، بتروح ايه
بيروحوا حاطينها على الرقبة كده عشان ايه الرقبة ما تتحركش. تاني حاجة سبلنت فور اني جروس، يعني احنا لقينا عنده مثلا فراكشر في اي حتة بس كبير ومحتاج بقى مسامير وشرايح والكلام ده كله، مش محتاج جبس بس، فاحنا ننادي لأي حد بتاع أرثو بتاع عظام ونخليه يعمله سبلنت، يحط عليه كبيرة، يحط عليه أي حاجة بس تثبته لحد ما يروح المستشفى. تالت حاجة والأهم، don't remove any implanted foreign body، يعني لو حد زاغه بسكينة كده في بطنه ما نطلعهاش. ايه ده في سكينة هنشيلها، المريض راح في 60 دهي، يعني هنقرأ عليه الفتحة واحنا واقفين ماشي، يعني عشان احنا كل ما نطلعها احنا ولا عملنا اشعة ولا عملنا اي حاجة ولا عارفين السكينة دي دخلت فين وهتطلع تقطع ايه الكلام ده كله، عشان ممكن تعمل ايه بس ماسيف بليدنج ويخش معايا في شوك والله ارحمه. رابع حاجة بنتريتنج انجريز ستريل دريس، او يعني لو هو إيه هو إيه اللي فوق دي دونت ريموف اني امبلا، يعني هو خلاص ايه دخل السكينة في بطنه سابها وجري، اللي تحتها بنتريتنج انجري يعني دخل السكينة ويعني دفع فيها فلوس فشالها وجري خدها معاه، ففي مكان السكينه ده بقى بنعمل فيه ايه ولا اي حاجه، نحط عليه سترايل دريسنج، نحط عليه دريسنج معقم ونلفه ماشي، عشان بس ايه ما يدخلش فيه اي ملوثات لحد ما يروح المستشفى. اخر حاجه افسكريشن، اللي هو ايه يعني احنا مثلا لقينا في جنب بطنه كده حاجه طالعه لبره، ايه احشائه بره يعني الكبد حصل له اي حاجه فطلع كده من بطنه اي حاجه، ده برضو مش هنعمله حاجة، يعني بيقول best left undisturbed، يعني احنا مش هنحركه ولا هنلمسه ولا هنعمل اي حاجة، هنعمل ايه sterile dressing. يعني ملخص بقى transport of patient، احنا بنحافظ عليه ما يتحركش ولا حاجة تتحرك منه ولا حاجة داخله فين طلعها ولا اي حاجة، just ان احنا لو طولنا ان احنا نجيب شاش ونلف المريض كله لحد ما يروح المستشفى هنعملها، ده ملخص during transport. كده احنا خلصنا ايه مراجعة سريعة عشان ما تتوهوش، بس كده خلصنا البري هوسبيتال كير اللي هما كانوا اربعة، الترياج بنصنف المريض او بنصنف المرضى اللي موجودين، خلاص صنفنا المرضى هندخل بعد كده للاولوية بقى اللي احنا حطيناها بعد التصنيف ونجيبهم واحد واحد بالاخطر ان يعني ان هو يموت، وبعدين نعمل الحاجات الاساسية A B C D، خلاص عملنا الحاجات الاساسية نخش بقى بعد كده على ايه اثناء بقى ما احنا هننقله المستشفى. خلاص الحمد لله لفناه ونقلناه المستشفى مفيش حاجه حصلت. اول حاجه برايمري سيرفي اللي هو ريسسيتيشن، هنا بقى ايه اي بي سي دي اي، دي اي اللي انا بقول عليه اي بي سي دي اي ان ذا فيرست جولدن اور. فيرست جولدن اور دي ايه؟ المريض خلاص هو الاسعاف بتعمل كل ده في ثواني، يعني يمكن اسرع من الشرح اللي انا شرحته ده، خلاص راح المستشفى اول ساعه دي لو المريض اتلحق خلاص المريض عايش، يعني طبعا بعد اذن ربنا يعني ان شاء الله. فايه يعني لو الساعه دي مثلا المريض ما اتلحقش او لسه ما اتعملوش الحاجات اللازمه ان هي تتعمل في الاول، يبقى خلاص المريض بيبقى في حاله خطر وممكن يموت، وده الارجح. فاسمها فيرست جولدن اور، لازم نعمل فيها اي بي سي دي اي. ايه بقى A B C D E ده؟ ال A airway يعني احنا شرحنا airway والbreathing circulation اللي هي ايه hemorrhage control، والdisability دي بنعمله neurological examination. disability اللي هي اللي احنا قلنا لازم نشوف درجة وعي العيان، درجة وعي العيان، وبعدين بنعمله neurological examination عشان نشوف يعني النيورو بتاعه عامل ازاي ماشي كده. ده A B C D، هنيجي لإيه دلوقتي. بس المهم هي إيه إكسبوجر، هي إيه المفروض إكسبوجر بس هي مش مكتوبة. إكسبوجر ده بعد ما خلصنا كل ده بنروح نجيب العيان بنشوفه زي ما بيقولوا من ساسه الراسه، من شعر الراسه لحد سبع رجله الصغير، عشان نشوف هو في أي حاجة المفروض يعني في كسر مش شايفينه، في مكان رصاصة، في أي حاجة، فده الـ E-exposure. نيجي هنا ماشي اللي احنا قلنا A V B U، الـ A alert
هنشوف دي بتبقى ليها درجة من 15 من 18 تقريبا، مش فاكرة حاجة زي كده، بس هي الأرقام متشالة تسهيلا يعني كده. ف alert هنشوف المريض يقظ ولا لا، يعني منتبه ولا لا، فياخد درجة من كذا. respond to verbal stimuli يعني حد يلمسه فيبص، يعني بيعمل رياكشن مع يعني مع اي فيرب يحصل له، تمام كده هياخد درجه برضو. respond to painful stimuli حد قرصه، حد ضربه، يحس ولا لا، هياخد درجه. unresponsive بقى يعني هو ايه، ما فيش خالص، ماشي كده. a b a v b u v اللي هي verbal stimuli و b painful بس respond عشان ايه، كملوا الكلام. وبنشوف بقى ايه البيوبر رياكشن، الديجري اوف كونشسنس معاها بيوبر وسايز رياكشن، ماشي. المفروض يعني دي خلاص كده احنا خلصنا لحد هنا كده. الاي بقى، الاي بتاعت الاي بي سي دي اي عشان ما تتوهوش، ماشي. يعني الاثنين دول كده مع بعض، الاثنين دول بيتعملوا مع بعض. بعد كده الاي اللي هي اكسبوجر بتاعت الاير واي والكلام ده، بعدها ايه اكسبوجر وانفيرومنتال كنترول. الاكسبوجر ده بقى فايدته ايه؟ بيقول لك اكسبوجر تو ديتكت اسوشيتد انجري، يعني انا شفت مثلا في ضربه سكينه بره، خلاص يا جماعه ما تلمسوش السكينه، ثبتوها وقعدوه خلاص، يلا نصلح السكينه، وفي اساسا يعني حاجه تانية بتنزف من الناحيه التانية وانا ما اعرفش، فلازم اعمل له اكسبوجر. يعني اللي هو ايه، احطه زي كما ولدته امه قدامي كده. و تشيك اول اورفيسز يعني نشوف اي فتحه في جسمه عشان ما يبقاش فيها ايه تلوث او اي حاجه. environmental control بقى ازاي؟ by blanket to avoid hypothermia، يعني هو مثلا ايه حرارته نازله خالص، خلاص هو سقع تلج وزرق وحالته الفه البطانيه، ان شاء الله لو طول تولع فيه ولع فيه، بس ايه اللي هو عشان ما يجيلوش هايبوثيرميا. ده كله اللي احنا قلنا ده كله كان برايمري سيرفي، تمام. برايمري سيرفي اللي هو اول حاجه بنعملها في الهوسبيتال كير اول ما يوصل المستشفى. نخش بقى على ايه، سكندري سيرفي. برايمري سيرفي ده بيتعمل في الفيرست جولدن اور، الساعه خلصت نخش على اللي بعده. بيقول لك هنعمل ايه في السكندري سيرفي، كومبليت هيستوري، خلاص المريض الحمد لله بقى في حاله مستقره ومش عارف ايه وكده. كومبليت هيستوري دي امبل اللي هي اي ام بي ال اي، الاي اليرجي، يا عم الحاج عندك حساسيه من حاجه، طيب الميديكيشن انت بتاخد ادويه، بتاخد ادويه ضغط سكر عشان لما اجي اعالجه باي ادويه او اعمل له اي حاجه ما يروحش فيها. طب ليه عنده حساسيه، افرض جيت اديله بنج ما شاء الله راح فيها عشان عنده حساسيه من ماده معينه. بست ميديكال هيستوري يعني كان عنده ايه قبل كده، يعني هو بياخد ادويه ايه دلوقتي وكان بياخد ادويه ايه قبل كده. لاست ميل اكلت ايه اخر مره، ايفنت اوف انسيدنت اللي هو ايه، لو هو معرفش بنسال اي حد حواليه او كان قريب من حادثه، ايه اللي حصل، ايه الاحداث اللي حصلت. والله هو كان ماشي لف عربيه خدته ولفته في الكاوتش بتاع كده يعني، تمام. خلاص خدنا الهيستوري، ندخل على ايه، سيستماتيك اكزامينيشن اهو، هيد تو تو من ساسه لراسه. دي بنعمل فيها ايه بقى، ارنجمنت اوف بريوريتيز، يعني ايه، يعني دلوقتي انا خدت الهيستوري تمام والمريض واعي وفايق وخلاص، عملت له البرايمري، دخلت في السكندري خدت الهيستوري منه او من الناس اللي حواليه او من الناس اللي كانت شايفه الحادثه، خلاص تمام الحمد لله. نشوف بقى سيستماتيك اكزامينيشن، يعني الكبد فيه كذا وهو عنده كسر في الفيمورال، فالكسر ده ممكن يقطع الفيمورال مثلا نيرف ولا اي حاجه، فخلاص المريض مات مني وانا عماله اصلح في حته تانية. فده بيخليني ارتب اولوياتي، انا هعمل ايه الاول، يعني هعمل 1 2 3 4 باللي هيعرف يستنى، تمام كده. خلاص رتبت اولوياتي، طب يلا بقى يعني انزل تحت بقى اعمل لنا بقى الترا ساوند وسي تي واكس راي وتحاليل، اعمل كل اللي ربنا يقدرك عليه، ماشي. خلاص عملنا ده كله. سكندري سيرفي خلاص احنا كتبنا اهو البتاع قدامنا، هي مكتوبه التقرير ده عايز يعمل 1 2 3، ريبير بقى نصلح بقى اللي احنا كتبناه ده. definitive treatment العلاج النهائي of non life threatening injury، يعني ما هو ليه non life threatening injury، لاني ال life threatening injury احنا صلحناها، اللي هي الحاجات اللي تهدد حياته احنا صلحناها في ال first golden hour، صح كده. فدلوقتي جه الدور بقى على الحاجات اللي اقل اولويه اللي باقيه نصلحها، اللي هي مثلا عنده خبطه في راسه فمورمه نحط له ثلج،
عنده حاجة في رقبته، يعني مثلا قطع في رقبته كده، ما جاش ناحية اي حاجة من بره، نخيطهوله الشيست بتاعه، حصل حاجة في الابدومن، مش عارف بادي فاسكولار، اي حاجة، لمب اكسبلوريشن، يعني ايه، نشوف كل الحاجات بقى اللي ايه اللي هي كنا سايبينها في الاخر دي عشان ما بتهددش حياته. تمام. اخر حاجة بقى الريهابيليتيشن، اللي هو خلاص خلاص ده كله الحمد لله، المريض بقى ايه، خلاص عملنا له مثلا جبس، او عملنا له شريحة ومسامير، عملنا له اي حاجة، بس المريض ده للاسف السباين بتاعه كان مثلا فقرتين دخلوا على بعض، ففي ايد فيهم وقفت مثلا، يعني كمثال عشان احاول افهمكم. فالحمد لله الفقرتين دول اتصلحوا واتحطوا، خلاص المريض ده اتعالج، بس متبقي عنده اعاقة، يعني لازم حاجة هتتعالج بس فيزيكال، يعني يروح لعلاج طبيعي، يعني دكتور علاج طبيعي مثلا، ده اسمه rehabilitation by physiotherapy and psychotherapy by nursing care. يعني ايه المريض يعني واحد واقف، ربنا يكفينا يا رب شر الحاجات دي، وعربية نقل جت في وشه، فهو يعني الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا ستر وتعالج وكل حاجة، بس المريض مصدوم مش عارف ينطق، فيروح لدكتور نفسي عشان ايه يبدأ يتعالج، بعد ما هم عالجوا له كل الحاجات اللي ممكن تهدد حياته. تمام. رجله وقفت او ايده وقفت زي ما انا قلت، هيروح لدكتور يبدأ واحدة واحدة معاه علاج طبيعي، مش عارف ايه، لحد ما رجله او ايده ترجع زي ما هي. وكده نبقى خلصنا المحاضرة، بس محتاجين بقى ان احنا نلم المحاضرة سريعا كده، تلخيصا بقى للمحاضرة ولكل الكلام اللي احنا قلناه ده. المحاضرة اسمها Management of Accident. تمام. بتنقسم لشقين كبار، بري هوسبيتال كير، اول ما عربية الاسعاف توصل، وهوسبيتال كير لما نعمل كل اللازم عشان ننقل المريض للمستشفى. بري هوسبيتال كير فيها ايه، ترياج، اللي هو هنصنف المرضى مين اللي لازم يتعمل الاول، ومين اللي مهما اتعمل له هيموت، ومين اللي كذا ومين اللي كذا. صنفنا المرضى الحمد لله، ندخل بقى على ايه التصنيف اللي احنا كتبناه ده، هنجيب فيه الناس اللي ليهم الأولوية، وهنعمل لهم primary assessment أو immediate life threatening condition، يعني أي حاجة بتهدد حياتهم لازم ايه نلحقها على طول، اللي هي A B C D. A airway اللي هي remove، هنشيل أي foreign body. suction لو في أي blood أو أي vomiting أو أي حاجة. pulling jaw، نسحب الجو لقدام علشان لو اللسان رجع لورا، يعني نفتح مجرى التنفس. انتيوبيشن لو كل ده ما نفعش بقى نعمل له ايه الانتيوبيشن. البي بريثنج، شيست وند زي ما احنا شرحنا، وفليل شيست اللي هو لو عنده اللي هو مش عارف ايه، قلنا هنلفه كله. تنشن يومو ثوركس، هنجيب النيدل وندخلها ايه في السكند ميد كلفيكول اللاي. وبعدين السي سيركيوليشن، هنعمل له محاليل. الديسابيليتي، هنشوف المريض واعي ولا لا، اللي هي اي في بي يو، وهنشوف البيوبل بتاعته زي المسلسلات والافلام بالظبط. شكرا. من كده تالت حاجة بقى، خلاص احنا خلصنا الحاجات اللي المريض نايم فيها على الارض، هننقل المريض بقى. لازم ايه نحمي السباين بتاعه، اسبلنت لو في اي كسور هنعمل الجبيرة، ما نعملش ما نحركش او ما نخرجش اي فورين بودي محطوط سكينة بقى اي حاجة. بنتريتنج انجري، يدوب نعقمها نحط عليها دريسنج معقم، وكذلك الافيسيريشن. تمام. خلاص كده المريض بقى تمام في مكان الحادثه ومش عارف ايه، وعملنا له كل البري هوسبيتال كير. هندخل بقى ايه على اللي هنعمله له في المستشفى. هنعمل برايمري سيرفري سيرفي اللي هو اي بي سي دي. تمام. احنا شرحنا الاي بي سي فوق، هي اي بي سي دي اي، سوري، شرحنا اي بي سي فوق، قلنا الدي اللي هي ديجري اوف كونشسنس والبيوبل، فاحنا قلنا اي في بي يو اللي هي اليرت، هنشوفه متركز ولا لا، بيدي ريسبوند الريسبونس للفيربال ستيمولاي ولا البينفل ستيمولاي، ولا هو مفيش خالص ما بديش اي يعني ان ريسبونسيف. خلصنا الدي. الاي بقى اللي هو اكسبوجر، قلنا الاكسبوجر بقى هنشوفه من ساس راسه زي ما قلنا. تمام. خلصنا البرايمري سيرفي، هندخل على السكندري بقى. خلص العيان بقى تمام واعي، ناخد منه هيستوري بقى اللي هو اي امبل الاي اليرجي، يا عم الحاج عندك حساسيه، طب انت بتاخد ادويه ايه دلوقتي، طب الادويه اللي كنت بتاخدها قبل كده ايه، طيب اخر وجبه اخدتها ايه، وبعدين نسال اللي حواليه لو هو مش متذكر ايه اللي حصل في الحادثه بالظبط.
بعدين بعد كده هناخد ايه، خلاص خدنا هيستوري، هنعمله بقى ايه سيستماتيك اكزامينيشن عشان نشوف الاولويات اللي احنا هنعالجه بيها. يعني هنعالج العظمه دي الاول، ولا هنعالج الكبد اللي اتفرقع ده الاول، ولا كده يعني. بعد ما حطينا الاولويات نشوف الاولويات دي بقى هنعمل لها السي تي بقى والليل والحاجات دي كلها عشان ايه نبدا نحدد هنعالجها ازاي. خلصنا السكندري هنخش على الترشري سيرفي اللي هو ايه، خلاص احنا حددنا كل حاجه بقى نعالج بقى اللي هو ديفينتيف تريتمنت بس بتاع النون لايف ثريتنج انجري، لان اللايف ثريتنج انجري احنا ايه عملناه هنا فوق، يعني اهي هنا كانت في البري هوسبيتال كير، لكن احنا هنا هنعمل في التيرشري سيرفي اللي هو قبل الاخير خالص هنعمل نون لايف ثريتنج انجري. اخر حاجه بقى ريهابيليتيشن اللي هو ايه، عنده صدمه هنوديه للدكتور النفساني، ايه عنده اعاقه او اي حاجه اثرت عليه هنوديه بتاع العلاج الطبيعي، وكده يبقى المريض الحمد لله عايش او ربنا يرحمه على حسب بقى التقسيمه اللي احنا قسمناها. يا رب تكون المحاضره كانت سهله، وباقي المحاضرات سهله جدا على فكره، يعني مهما كانت طويله في المحاضرات ممتعه وحلوه، ما تقلقوش يعني، وان شاء الله يبقى مديول لطيف خفيف كده.